يلا جاهز. فضلت الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية، وما زال العمل متواصل مع الشهداء ومع أسر الشهداء من نحسبهم عند الله عز وجل شهداء. وعاوز أقوله النهاردة فضلت الشيخ حافظ، يعني هذا الدور المهم اللي يمكن حضرتك بس اللي قايم بيه في مصر مع يعني بعض المساهمين من أهل الخير، وفي جمعيات كتيرة غايبة عن هذا الدور، كلمة توجهها للجمعيات ولكل من يستطيع أن يساهم تقول لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أقولها لله، هؤلاء الشهداء بفضل من الله تبارك وتعالى كانوا سببا لانطلاق بعض من الدعاة، ونقول كذلك تحررت بعض من الجمعيات. دماء هؤلاء في رقابنا جميعا، ويجب أن نعمل دائما على سعادة أبنائهم ونرعى أبنائهم، فهم أمانة في أعناقنا جميعا. ولذلك أتمنى من الله تبارك وتعالى أن أكون خادما تحت قدم كل يتيم من هؤلاء الأيتام، وأقول لشعب مصر كله، إذا كان جماعة هداية إسلامية قدمت في السويس لكل أسر الشهيد 50,000 جنيه، وفي القاهرة 20,000 جنيه، أقول هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وقليل من كثير يجب أن نقدمه لوصل هؤلاء الشهداء الأبرار. والله تبارك وتعالى يوفق جميع من يعمل على أرض مصر لصالح مصر ومستقبل مصر، وتحيا مصر.